مرحب بيكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم جي وقتك. النهاردة بعتقد أن حلقة مميزة جدا، أولا لأن الرب حضرها لكل واحد بيشاهدنا وبيسمعنا، ولأنه كمان الرب عايز يعرض علينا حق منير، حق يحررنا. الرب قال في إنجيل يوحنا الإصحاح الثامن: وتعرفون الحق والحق يحرركم. عشان كده بدعوك أخويا المشاهد، أختي المشاهدة، وإنت بتشاهدنا وإنت بتسمعنا، تكون مستعد إنك تستقبل إعلان جديد من الرب، حق جديد من الرب، نور جديد من الرب. اسمحوا لي قبل ما أقرأ الشاهد الكتابي الموجود في إنجيل متى إصحاح 6، أرحب بضيفي العزيز جدا على قلبي، خادم الرب الدكتور ياسر فرح. أهلا بيك يا دكتور. أهلا يا سي ستيفن، بشكرك لقبول الدعوة. شرف ليا ومنورنا في الاستوديو، وعندي إيمان إن الرب يضع على فمك النهاردة كلمة من الكتاب بمسحة الروح القدس لكل المشاهدين بيشاهدونا بدعوة الرب. أمين في اسم الرب يسوع. أشجعك إن لو عندك سؤال أو تربط صلاة أو أي تعليق، ممكن تكون بتتواصل معنا عن طريق التليفون اللي هيظهر عندك على الشاشة، أو عن طريق صفحتنا على الفيسبوك جي وقتك، أو بالأس أم أس بالرسائل. كل دي طرق ينفع تتواصل بيها معنا، وإحنا بعد دقايق من دلوقتي هنكون بنفتح الفرصة لمشاهدينا الأحباء من كل مكان حول العالم للمشاركات والمداخلات والأسئلة اللي بنعمة الرب هتكون بتدور حول هذا الموضوع. زي ما أنتوا عارفين أن في حلقاتنا دايما بنتكلم عن الزواج، الأسرة المسيحية، المنظور المسيحي والكتابي للأسرة والزواج. عشان كده النهاردة موضوع حلقتنا بناخده من الشاهد ده. أنا هقرأ الأول وبعد كده أقول لكم عن عنوان حلقتنا. في إنجيل بشير متى صح 6 والعدد 9 حتى العدد 15، الآيات من 9 ل 15، بيقول رب يسوع على كل المجد: فصلوا أنتم هكذا: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك. دي طبعا آيات معروفة لنا كلنا بكل لغات العالم، كل الذين يعترفون بالمسيح أو يقولون أنهم مسيحيين حقا أو اسما يعرفون هذه الكلمات. فبيقول: أبانا الذي في السماوات لتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كهافنا أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. ودي نهاية الصلاة التي أطلقنا عليها نحن الصلاة الربانية. بس بكامل الرب في آية 14 و15 تعليق خطير قوي على الصلاة التي دعيناها صلاة ربانية. بيقول: فإنه إن غفرتم للناس زلاتهم يغفر لكم أيضا أبوكم السماوي. آية 15 بيقول: وإن لم تغفروا للناس زلتهم لا يغفر لكم أبوكم أيضا زلتكم. دكتور ياسر، يعني هل تتفق معي أنه التعليق للرب يسوع لكل المجد جاء عن موضوع واحد في الصلاة؟ فالصلاة الربانية تتكلم عن السماء، وتتكلم عن الآب السماوي، تتكلم عن الملكوت، تتكلم عن المشيئة، كمان بتتكلم عن احتياجاتنا اليومية، بتتكلم عن إبليس الذي هو الشرير، وبتتكلم عن موضوع هو موضوع حلقتنا اللي هو الغفران. جه الرب اختار ده وراح علق عليه. ألا تجد معي أنه هذا أمر يبدو غريب شوية؟ وشمعنا ما يعني سوري أسأل يعني، لأنه أنا أحط نفسي دايما مكان المشاهد قدام حضرتك لو تسمح، وأقول إشمعنا يعني الموضوع ده ما في كذا موضوع في الآيات اللي فاتت دي. الغفران هو الموضوع المحوري لكل العهد الجديد. أيوة. وكان في زي ما أنت حضرتك كان في الأول على فكرة إعلان جديد، كان في اعلان جديد في ابعاد الغفران مختلفه تماما عن الغفران في العهد القديم. يعني مثلا العهد القديم كان يتكلم مثلا ممكن اغفر لقريبي لكن انتقم من عدوي. فالمسيح بما انك اقتبست من انجيل متى بحسب اصحاح 6، في الاجزاء اللي قبلها نفسه هو اتكلم بمفهوم جديد، يعني احبوا اعدائكم،
باركوا لاعنيكم، احسنوا الى مبغضيكم. نعم. فبالتالي هو فعليا ابتدى يتكلم على فكره الغفران من اول تعليمه، يعني من اول ما ابتدى يقول توبوا وامنوا بالانجيل. ايوه. فالموضوع كله كان مرتبط بقضيه الغفران. والصراع اللي موجود في حياه البشر كلها انه انا عايز اله اثق انه يقدر يغفر لي. لانه المشكله كبيره جدا ما بين البشر والخالق هو قضية الغفران، لأنه لو الله بيغفر يبقى أنا اتصالحت مع ربنا، يبقى في إمكانية استمرار علاقة. نعم. لو هذا الإله أنا ما عنديش ثقة كاملة إن هو يغفر، هتفضل علاقة بيني وبين هذا الإله مسدودة. وحوالينا يعني كل ديانات بشكل أو بآخر اللي حوالينا بشكل أو بآخر ما بيبقاش عندها يقين الغفران، فدايما مرتبطة فكرة يعني إن شاء الله أو الله أعلم أو ربما، يعني أنا هعرف. لكن المفهوم هنا مختلف تماما، ان انا عندي يقين كامل في قضية الغفران. نعم. فعشان كده المسيح لما كان بيتكلم في كل مرة كان في تعاليم ليه علاقة بالصلاة او ليه علاقة بالسماء او ليه علاقة بالآب السماوي او ليه علاقة بالحياة بتاعة الملكوت، في كل مرة كان دايما يجيب سيرة الغفران ويعلق عليه. فلو بصينا في متى 6 مثلا، في ماركوس 11، في لوقا 12، شواهد كتيرة، حتى تعاليم بولس الرسول ارتكزت بالكامل في القضية دي، قضية الغفران. أو يقينيته. وبالتالي احنا محتاجين ندرك ان ده المحور الرئيسي لرسالة العهد الجديد، الله بيغفر الخطية ويطهر من كل إثم. انا بشكرك لانه يعني بدات تسلط ضوء معايا انا كمان انه محور رساله الانجيل هي النعمه والغفران. طب انا شخصيا برضو عايز اكون بعرف من حضرتك، تقدر يعني من الكتاب نفهم هو ايه معنى النعمه وايه معنى الغفران؟ مش عايز اقول ايه تعريفه، لربما حد يقول احنا عايزين نحط سطر كده، لان يعني دايما التعريفات كفانا سطر سطرين، لكن المعنى بعتقد اني ممكن يعني نزود فيه شويه. فهل حضرتك تقدر تديني فكره ايه معنى الغفران؟ ايه معنى يعني هل في ارتباط بين النعمه والغفران اصلا؟ تمام. لو انا بصيت على تعريف شامل لكلمه نعمه، يعني أيوة. يعني خدته بمفهومه، هلاقي ثلاث كلمات دايما مرتبطين ببعض، النعمه، الرحمه، الغفران، دايما موجودين مع بعض، ودول ما يميزه رساله المسيح. يعني ما يميز رسالة المسيح عن أي مفهوم آخر تعليمي في العالم كله، الثلاث كلمات دول مش موجودين إلا في شخص المسيح. فلو أنا عايز أعرف النعمة، فالنعمة بالنسبة لي أنا يعني كإنسان هي أني بختبر حضور الله نفسه في حياتي، وبختبر محبة يسوع المسيح فيا وليا بقوة الروح القدس. وبالتالي النعمة إن أنا شفت حضرة الله في حياتي، شفت حضور يسوع المسيح نفسه بحياته جوايا، شفت الله بالروح القدس ساكن جوايا. دي النعمة، لأنه بسبب القصة دي قدرت أشوف حاجتين منحهم لي ربنا لما ده حصل في حياتي، منحني الرحمة ومنحني الغفران. عشان كده النعمة إن الله أعطاني شيء أنا ما كنتش أستحقه. عشان كده التعريف البسيط دايما يقولك أعطانا ما لا نستحق. طب هو إيه اللي أعطانا إياه؟ هو أعطانا ذاته، فهو أعطاني شخصه بحضوره، أعطاني شخص المسيح بعمل فداء كامل ليا، أعطاني الروح القدس بسكناه جوايا. فقدرت الأول مرة أشوف غنى العطية دي، فاختبرت حاجتين أنا عمري ما اختبرتهم قبل كده، رحمة الله وغفران الله. طب إيه بقى الغفران ده؟ لأنه يعني حاجة ذكرت أنه ربما الثقافات والحضارات يعني تفتقر إلى موضوع الغفران، بس أنا ممكن أكون مثلا يعني اسمح لي أكون مجادل شوية وأقول لا، يعني ممكن يكون حد بيقول عن الغفران بس مشروط برضو اللي هو إيه، أنت هتكون كويس خلاص، اعتبر خلاص بقى اللي إيه اللي فات مات، يعني باللغة المصرية شوية. فألا تعد هذا غفران ولا الكتاب بيقول لي عن موضوع وتعريف ومعنى آخر؟ لأنه عايز أنقل بعد ده عن بقى كيف نطبق هذا في الزواج. تمام. إحنا حلقتنا مش عن غفران المطلق كده، إحنا حلقتنا عن الزواج وإزاي كل زوج وزوجة وكل أسرة كمان، مش بس زوج وزوجة، لأن في مشاكل بين الأباء والأبناء وبين العائلات كمان، أعتقد كلها متعلقة بالغفران. فإيه اللي بيقوله لي الكتاب عن الغفران ده؟
تعريف الغفران البسيط هو شخص يتنازع عن حقه في الانتقام. حقه يعني حقه. هو حقه ان ينتقم من خليقة تتعدى على وصاياه، بتخليقة بتقول له أبانا الذي في السماوات كن فيها. معايا؟ ايوه تمام؟ وبالتالي إذا أنتوا رافضيني مع أن أنا اللي خلقتكم وأنا اللي فادتكم، يبقى أكتر حد من حقه أن هو ينتقم هو نفسه. نعم. وبالتالي هيجي في يوم من الأيام هتكون هناك دينونة رهيبة على كل شخص رفض أن يختبر نعمة الله ورحمة الله وغفرانه. وهيكون جحيم حقيقي وعذاب أبدي لكل شخص رفض هذه النعمة وهذه الرحمة. فبالتالي طيب الله بيقول أنا إله محب، طب منين أفهم المحبة دي؟ فأفهم المحبة دي في الغفران، إن أنا هتنازع عن حقي في الانتقام بإن أنا أعمل إيه؟ أغفر. معايا؟ طبعا ده الغفران مشروط بعمل فدائي كان لازم يتم، لأن كان في شخص كان لازم يدفع الثمن. فالله أرضى أو أرضي الغضب الإلهي بالكامل في الصليب لما المسيح غضب الله، وبالتالي أزاح بإن على المسيح كامل عليه في الصليب، فهو الذي بلا خطية صار خطية لأجلنا، وهو الذي كان بلا لعنة صار ملعونا من أجلنا، فحمل عني كل الخطايا وعنك وعن كل شخص النهاردة بيشاهدنا. نعم. معايا؟ وبالتالي في الحالة دي والحالة دي بس أنا أدركت الأول مرة إمكانية إن الله يغفر لي، لأن الطريق بيني وبينه اتشال منه كلمة انتقام، فصار طريق مفتوح مفيش نقمة. معايا؟ عشان كده بيقول الكتاب المقدس إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يعمل حاجتين، يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. بمعنى إنه الله ما بيرجعش تاني يشوفها، ده مفهوم الغفران الإلهي، وده ما ينفعش تفهمه أو تختبره كإنسان إلا بسبب فداء المسيح. فأنا لما أقول إن الغفران مشروط فهو مشروط بفداء المسيح، مشروط بقبولك للفداء، إن المسيح عنك دفع الثمن. نعم. هو مقدم من الله مجانا وبدون شروط، لكن استمتاعي بيه واستفدتي منه عن طريق صليب المسيح بالزبط. مش عن طريق شيء تاني، مفيش سكة تانية يعني، وما اقدرش افهمه الا من السكة دي. يعني كم واحد يحاول ان يكون جيدا او يكون شخصا مؤدبا او اي حاجة من الحاجات دي، ده طرق مسدودة الى حد ما، اخلاق دنيوية. اخلاق دنيوية مش اكتر من كده، الطريق مازال مسدود بالكامل لان هذا الشخص لم تغفر خطاياه، ومفيش سكة للغفران الا مرة تانية إلا عن طريق الفداء. يجب أن يقدم ذبيحة كاملة عنا حتى نستطيع مرة أخرى أن نتواصل مع الله. كان يجب أن يحدث هذا الأمر. طب تحب تاخدنا إزاي للموضوعنا اللي هو كيف نستمتع ونمارس ونعيش الغفران في الزواج؟ ليه بالذات الزواج؟ لانه كنا قبل الحلقه بنتكلم مع بعض بنقول ان اقوى علاقه اقدس، طبعا علاقه بمفهوم المسيح، بس خلينا نقول حتى مفهوم الانسان العادي البشري، ان مش اقوى علاقه هي علاقه الزواج. ده حقيقي. فربما يمكن اكون لما انا عندي صاحب ليا في عملي ولا في دراستي ولا في شركه ما، العلاقه قويه بس مش بنفس قوه الزواج. عشان كده ازاي نمارس الغفران في الزواج؟ هو في لما واحد يخون حد مثلا، طبعا احنا في عندنا مشكلات في الزواج مش بس الخيانات، كتير قوي فيها البخل وفي الشخص المتردد وفي الشخص القاسي والعنيف، بس ازاي نختبر ده؟ ازاي نطبقه؟ حلو، عندي حاجتين. اتفضل. حاجه مرتبطه بالنص الكتابي اللي اتفضلت وقريناه في مستهل الحلقه. ايوه. ان الغفران هنا المسيح نفسه حط له شرط، وشرط صعب، وقال كده ان لم تغفر، وخلينا طبع الجواز لشريك حياتك الزلات انا لن اغفر لك خطاياك، وان غفرت لشريك حياتك الزلات انا ساغفر لك خطاياك. انا اللي هي عائدة على الله بالظبط. وده الشرط الوحيد اللي اتحط في الصلاة دي، وفي كل مرة المسيح كان يتكلم عن الغفران مركزية العهد الجديد كله كان دايما يخلي الغفران مشروط بغفراني للآخر،
مين اكتر اخر زي ما حضرتك اتفضلت وقلت هو شريك حياة. شريك الحياه ده الالتصاق اللي مدى العمر، الالتصاق مدى الحياه. وفعليا خلينا نكون صراحه مع بعض، احنا بنتخانق وبن يعني بننفعل، وممكن تخرج في بعض الاحيان منا كلمات رديه، وممكن يحصل تطاول بالكلام، وفي بعض الاحيان تطاول باكتر من الكلام شويه، ومشكلات بين الازواج وبعضهم مشكلات طبعا، والصوت يبتدي يعلى طبعا، والصياح يبقى الجيران كلهم يجوا يشاركونا الصياح يعني، وحتى مؤمنين يعني مش بتكلم مؤمنين وبيحبوا ربنا، بس ده الواقع اللي حصل معايا. فالقضيه هنا، وده بيبقى سؤالي، الى اي مدى انت مختبر فعلا غفران الله عشان تقدر تغفر للاخر؟ المسيح حطها بشكل جميل قوي، قال كما، قال ايه؟ كما، كما. ده هيخليني اتكلم على حته كما دي. فاذا سمحت لي انا عايز اخد شاهد كتابي من اشعياء. يعني يمكن يبان شاهد كتابي غريب شويه، بس الشاهد ده من أجمل الشواهد الكتابية اللي بتتكلم على أبعاد كلمة غفران بشكل عملي. أوكي؟ أوكي. فالإشعياء إصحاح كام؟ إشعياء 43. أيوة. إشعياء 43. نعم. وعدد 25. نعم. بيقول كده، وشخص الله هو بيتكلم، وبيتكلم بشكل يعني بينبر، بيقول أنا هو. يعني هو تأكيد يعني بيقول أنا هو، يعني ما فيش، يعني أنا بأكد جدا إن أنا اللي بتكلم وأنا هو. نعم. وأنا هو في مفاهيم كتيرة جدا، يعني أنا هو الكائن، أنا هو الإله، أنا هو الذي يكون، أنا هو الأبدي الأزلي، أنا هو. وبعدين قال الجملة دي، الماحي ذنوبك من أجلي أو من أجل نفسي. أيوة. وخطاياك لا أذكرها معايا. فانا لو وقفت قدام الايه دي بالذات، واتكررت تاني في ارميا 31، يعني كدليل على القصه نفسها، في عدد 34 من ارميا 31 في النص الاخير منها بيقول كده، واغفر لهم شرهم ولا اذكر ذنبهم فيما بعد، او يعني واغفر لهم خطاياهم ولا اعود ايه، ولا أذكر خطيئتهم بعد وأصفح عن إثمهم. فأنا هقف قدام فكرة لا أعود إيه، أذكرها. أنا كإنسان اختبر نعمة الله ورحمته وغفرانه، لما باجي أقف قدام ربنا وأقول له سامحني، وعد الله بحسب النصوص حتى في العهد القديم إن أنا عمري تاني ما هاجي، مش بس أغفرها، مش هذكرك بيها. يعني الله بيكلمني انا بالظبط، بيقول لي عمري يعني مش هاجي تاني اقول لك ان فاكر الاسبوع اللي فات لما يعني خالص انا غفرتها للمستوى اللي فيه انا نفسي، كان الله بيقول لاجل نفسي، يعني الله لا يذكر نفسه بها ولا يذكرني بها، نعم، ولا يذكر الاخرين بها طبعا، وانا طلبت غفران والله غفر معايا. طيب هعمل بقى التطبيق دلوقتي. ايوه. انا ابنه أو أنا بنته، نعم، معايا، تزوج، شريك حياة، عيلة، أصدقاء، كل العلاقات الإنسانية طبعا أكترها بركز عليه الزواج، نعم، واغفر لنا ذنوبنا، يعني قول له امهد لنفسك ذنوبك تذكرها، كما أغفر، يعني كما أنا أيضا لأجل نفسي لا أعود أذكر خطايا الآخر تجاهي ولا أعود أذكره بها، نعم. وده يقودنا لعهد، خلينا نسميه كده عهد، من خمس جوانب بحسب النص. واحد، ان انا لا اذكر الله بها، يعني انا خلينا نقول انا وانت، أيوة. ماشي، ونحط بقى دي على الزواج. أيوة. انا وانت اختلفنا اختلاف جامد قوي، وانت اسات الي اساءه بالغه، كتابيا انا لازم اجي اغفر لك. معايا؟ عشان اغفر لك لازم اوصل للمرحله اللي فيها هعمل خمس حاجات معاك. لما اجي اقعد ما اتكلم مع ربنا لا اذكر ربنا باللي انت عملته، في فاكر يا رب لما السيسي ستيف، يعني ما ينفعش اتكلم مع ربنا في الموضوع، اقول صعبان علي نفسي ومجروحه نفسي وطنف نفسي علشان ازاي يعمل فيا كده. لا اذكر نفسي. نمره 3، لا اذكرك، فمش كل مره اجي اتقابل معاك
اقول لك فاكر، بص انا غفرت لك، انا غفرت لك بس ايه فاكر، لا يبقى اوعى تنسى، اوعى تنسى، انت ما غفرتش، انت بتعود تذكر. yeah. رابع حاجه لا اذكر الاخرين بها، يعني مش كل قعده اجي اقعد على فكره بص انا غفرت له بس خليني اقول لكم هو عمل فيا ايه. معايا؟ ما ده يعني معايا؟ انت مازال جواك مراره، انا قلت عهد من خمسه الجوانب، لا اذكر الله ولا اذكر نفسي ولا اذكر الاخر الاسئله بالظرف المسيء ولا اذكر الاخرين واسعى للمصالحه واسترداد العلاقه. لان ده الغفران. انا لما بطلب من الله اللي يغفر لي، الله بيقول ايه؟ بيقول لي غفرت ليك، غفرت. العلاقه استردت بالكامل، تمام. دم يسوع المسيح يطهر من كل خطيه. طب ما هو نفس الدم ده اللي بيجمعني بشريك الحياه، وبالتالي انا مطالب ان دم يسوع المسيح اللي غمرني وغمرها يطهر من كل خطيه تجاهي، مش بتكلم عن تجاه ربنا، دي قضيه اخرى. نعم. فبالتالي انت اسات الي او انا اسات اليك، احنا مطالبين بسبب ادراكي لغفرانه ورحمته ونعمته اني اغفر ليك واطلب المراحم وافيد عليك بالنعمه. بالعربي بقى، بالعربي، ضايقتني عادات منك، هل الجواز مليان عادات بتتعب الناس؟ طبعا طبعا. يعني كم العادات اللي موجوده واللي بتخلينا ان احنا نتعب، وان احنا نتعب من بعض، وانا كنت متخيل انك تتغيري وانت ما تغيرتيش في الوقت ده. اختار الرحمه، اختار الرحمه، لا تجازي حسب ما يستحق، واختار الخدمه. بعرف تعريف صغير لكلمة خدمة لأنها مرتبطة قوي بالمفهوم ده. انزل اغسل رجلين شريك حياتك. طب أنا عايز أكمل في الحتة دي، بس عندي تليفون من إيطاليا، ينفع ناخده بدل طبعا. طيب معنا ابن الرب من إيطاليا، مساء الخير وبنعتذر ليك، ربما نكون سبناك شوية. ألو. أيوة، حياك معانا على الهواء، مساء النور. أوكي. اتفضل حضرتك. الو. ايوه انا قلت خير التلفزيوني. مساء النور، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك، برنامج شيق جدا، وتحياتي للسيد صلاح. وموضوع الغفران موضوع شيق جدا، ومطلوب مننا لازم نغفر علشان نعيش في فرح. امين. بس انا عندي سؤال. اتفضل. انا كان زوجتي تركت المنزل بقالها 6 سنين. تركت المنزل؟ ايوه. تقريبا عشت مع واحد تاني بعد زواج 20 سنة، معها 3 أطفال، وبعد 6 سنين ما تركت البيت طلبت انها ترجع تاني. طلبت انها ترجع تاني؟ ايوه. وانا رحت لها اوكي اوريدي، بس عندي سؤال. اتفضل. هل لازم نجدد العهد الجواز من تاني بعد ما قفشت لها؟ اوكي، انتوا رجعتوا لبعض ولا لسه؟ لا، هي يعني لسه، هي طلبت وجات عندي وجات شافت العيال، قالت روح تيجي كده، بس عايز اسال السؤال ده. نعم. هل لازم اعمل تجديد العهد؟ لان يعتبر احنا كسرنا العهد. نعم. نعم. طب سؤال جميل قوي، احنا بنشكرك وفي نفس الوقت نحبك تستمر معانا بتشاهدنا، لان اكيد دكتور ياسر هيكون عنده رد على هذا الامر. بنشكرك جدا جدا لاتصالك بينا. معانا تليفون تاني، معلش اخ دكتور ياسر. الاخ سعد من اسماعيليه. مساء الخير يا اخ سعد. مساء النور، اتفضل حضرتك معانا على الهوا. انا بحيي ضيفك الكريم، وبحيي قناه الكرمه، وبحييك على الموضوع الجميل اللي انت اخترته النهارده. تعيش. اتفضل، احنا مسامعينك، سامعينك. طيب انا عايز اتكلم على الغفران، يمكن جت حلقات سبع قبل كده موضوع الغفران او موضوع الغفران. اتفضل، بس بسرعه لانه وقت الحلقه يفوت مننا. اتفضل. نعم فندم. بقول لحضرتك بسرعة لأن وقت الحلقة بيفوت مننا، اتفضل. حاضر. أولاً أنا ما أقدر أعمل كل حاجة قال عليها السيد المسيح من صلاة وصيام وخير وأطراف جميع الأطرار المقدسة. إن من ذلك فأس المسيح الفعلة. أما حتة الغفران ليا كإنسان أو كبشر مخلوق ليا تركيبة معينة، حتة الغفران بالنسبة للإنسان
حته صعبه جدا جدا لو بصيناها من الناحيه النفسيه. فشخص ممكن يكون قليل او شخص ممكن يقع عليه ظلم من اقرب الناس ليه او ناس مش قريبه ليه، حس ان كرامته اتهانت، حس ان في نوع من الاذلال. نعم. هو قلبه شيء من النقمه او شيء من الحرص او اي شيء اللي مش قادر يغمض عينيه، انا لازم عايز اخلص حقي. فده بيتوقف على النفس البشريه وعلى الشخص نفسه، ان تركيبه الانسان اصلا صعبه. لكن ازاي ان انا اقدر اهرب من اللي انا فيه ده؟ ان انا امسك مع السيد المسيح بطلب منه ان يملى قلبي بالمحبه، يملى قلبي بالسلام، ادعي لهذا الشخص اللي ظلمني، ادعي له ان ربنا يهديه، ان المسيح يسكن في قلبه، ان المسيح سكن في قلبه وادالي الهدايه، هيقدر يبقى شخص كويس. وانا اعطيه انا اللي كتبت وهو كمان هو اللي كتب. نعم. بشكرك شكرا جزيلا يا اخ سعد لانك اثرت نقطه بعتقد انها واقعيه. قال انه ربما الصلاه وامور كتير الرب يطالبنا بيها، بس يعني اعتقد بالذات حته الغفران دي يعني صعبه جدا جدا. فهو يعني الاخ سعد يعني الراجل مش خلص. اعتقد انه واقعي جدا. فايه يعني هل الرب دعينا ان نغفر على قدر طاقتنا البشريه ولا ايه؟ وما ايه ان لم تغفروا لن وكما يعني. ومش عايزين ننسى برضو سؤال اخونا ابن ربنا هنرجع إيطاليا. هنرجع من سؤال ايطاليا ده. لكن طبعا طبعا انا عايز ابتدي اجاوب يعني برافو عليه الحقيقه يعني طبعا. برافو عليه كبير قوي بس ده موضوع كبير مثل كبير قوي يعني حقيقة. بس خليني اخد المواضيع الابسط شويه. اتفضل. فانا عايز ارجع مع اخونا سعد وعدد خلينا احط عدد من الاعداد الجميله في رساله بولس الرسول لاهل افسس. ايوه. وده من الاعداد الجميله جدا اللي يمكن ترد مش بس على سؤال المشاهد الكريم لكن علينا كلنا، لانه نعم. واحد من الايات اللي فيها رسول بولس حط بوضوح هو ايه اللي بيحصل لنا في الوقت ده. يعني هو في الوقت ده شرح مشاعر حقيقيه كلنا بنختبر. نعم. فانا هاخد من عدد بدري سنه صغير عدد 30. اوكي. فعدد 30 في افسس 4 يعني افسس 4 عدد 30 قال لا تحزنوا روح الله القدوس الذي به ختمتم ليوم الفداء. نعم. فهو اولا بيكلم مؤمنين، خلينا نكون واضحين مع بعض. أوكي. لو شخص غير مؤمن مع كل احترامي للمشاهدين، شخص لم يتمتع بغفران المسيح وتطهيره الكامل من خطاياه، كل اللي احنا بنشارك بيه النهارده ده صعب جدا بل مستحيل تطبيقه. لانه لم يتذوق الفداء، لم يتذوق ان الله بالحق غفر. لم يتذوق الجمله اللي انا قلتها ان الله كل يوم بيجي يقول لي انا هو الماحي ذنوبك وخطاياك لاجل نفسي وخطاياك واثامك ومعاصيك لا اعود اذكرها. يعني ادراكي للبعد ده في غفران الله ليا هو اللي بيديني الامكانيه حتى مع صعوبتها ان انا اغفر للاخر. فهو بيقول لو انت مش هتعمل كده انت بتحزن الله اللي ساكن جواك. اوكي. يعني بيوضح. وبعدين بيخش بينا على العدد بتاع 31 و32. نعم. وبيحط بعدين واضحين قوي. فاول عدد 31 بيقول ليرفع من بينكم، يعني بيقول لتتخلص من. بالكامل. نعم. وبعدين بيحط حاجات كتير قوي، بيتكلم على المراره والسخط والغضب والصياح والتجديف والخبث. بيحط ست حاجات. خلينا نكون واقعيين، هو اخونا سعد اتكلم على كرامتي. ايوه. اتكلم على الاهانه والذل. طبعا. يعني انا مش هنكر. طبعا. مش هنكر جدا بكل المقاييس، ومفيش انسان طبيعي يقبل هذه المهانه ولا هذا الاذلال. بس انا ناسي من ناحيه تانية ان الهي ولاجلي قبل كل مهانه وقبل كل اذلال وقبل كل ذل. نعم. يعني ما هو برضو انا مربوط بمين؟ معايا؟ فبالتالي في الوقت ده بولس الرسول بيقول لو انت عايز فعلا تعيش المسيح. اوكي. فاتكلم على البتاع، فقال المراره او اللي هو الاستياء المكبوت جواك. انا جوايا استياء، جوايا ضغينه، جوايا حقد، جوايا رغبه في الانتقام. بيقول تخلص، ارفع من 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 من, من فكره كان دوا كل الصياح، كل هيجان، كل غيظ، كل رغبه في الخناق. أيوة. كل الشتيمة ممكن تخرج من فمك، كل شر، كل خبث. وكلمة خبث يعني
انا بتمنى له الاذى، انا بتمنى له انه اشوف في يوم يعني ربنا ياخده يعني. شوف التعبيرات بتاعت ده، على فكره كلنا بشكل او باخر بتجيلنا اوقات المشاعر دي او الرغبات دي كده. الرغبات معايا؟ نعم. بس بولس الرسول بيقول خلي بالك انت كده ما بقتش بتقتدي بالمسيح. نعم معايا؟ نعم. لو حتى المشاهد بس بيتابع معايا العدد بتاع 5-1 يعني، هو انا هرجع لاربعة بس على طول، انه الرسائل ما بت يعني كلها وعلى بعض يعني مش بنفس الاصحاحات اصحاحات. ففي عدد 5 يقول كده، اما انتم يعني الاحباء ابناء الله فاقتدوا بالله كاولاد احباء. فهو بيتكلم ان كل ده موجود على فكره الاقتداء بالله، انا ابن لله فلازم اقتدي بيه، الله اللي بيغفر فانا بغفر. فجي في عدد 32 بقى بيكمل القصه البديل بقى، بس النقيض الثاني بقى النقيض او اللي هو تجديد الذهن، اللي هو انا بخلع بتخلص من افكار قديمه، من عادات قديمه، من سلوك قديم، من دوافع قديمه كانت جوايا. نعم. بتجدد بفكر المسيح، بقتدي بالمسيح وبلبس. فبيقول كده البس ايه بقى؟ كونوا لطفاء، شفقين بعضكم نحو بعض، مسامحين بعضكم بعضا، وبعدين حط كما. كما سامحكم الله في المسيح يسوع. أيوة. يعني زي الله، هو نفس الله مش جواه مراره منك ولا غضب منك ولا عراق من ناحيتك ولا شتيمه من ناحيتك ولا اذلال ولا خبص من ناحيتك، وكل يوم بيسامحك. فبيقول لك انت كمان اتملي بلطف المسيح، بشفقه وحنيه وعطف المسيح، وسامح الشخص زي المسيح ما بيسامحك بالظبط. جامع. طبعا انا بس عندي سؤال. اتفضل. بس في تليفون من انجلترا. الاخت نهال معانا من انجلترا. اهلا وسهلا اخت نهال. الو مساء الخير يا سيتي ستيفن، شكرا وبركة على رؤوسكم انت والدكتور جاسر. اول حاجه بحب اقول ان انا برفع سلام كل قلبي ان يكون في مغفره حقيقيه لكل حد ناسك غفران على اخوه او زوجه او زوجته او صديقه، او يعني بجد مش مجرد ان احنا بنتفرج على برنامج، يكون نقطه تحول فعلا بعد البرنامج. تاني نقطه عايز اقول ان على قد ما بقدر غفران الله ليا انا شخصيا، على قد ما انا هقدر اخسر الخير. ولو انا متضايقه ومختبره الغفران ده مش هقدر اطلق غفران لاي حد، لان ببساطه فاقد الشيء لا يعطيه. بس الدكتور يوسف دلوقتي عرف الغفران بانه شخص بيتنازل عن حقه في الانتقام. انا عايزه يعني فعلا اكمل على الجمله دي، جمله خطيره خالص، ان اللي بيستطيع ان يغفر هو الاقوى. ومن هنا هدخل على سؤالين من فضلكم لانه في منطقه وقانونيه. نعم. كنت بتكلم مع زوجين حصلت بينهم خيانه، او اعتقد ان حصلت خيانه لان مفيش لغايه دلوقتي اي دلائل. فالشخص اللي انا بكلمه بيقول لي ان انا اللي قدامي عايزاني اخسر له، وده كان الزوج بيقول كده، لازم يعترف بخطيتي ويتوب، ولا انا هكون اعظم من ربنا؟ ربنا نفسي مش بيخسر الا لو تبنى. فلو الشخص التاني جوجا مش معتقده او مش مقتنعه انها تعترف بكده لان هي ما عملتش كده، فهنا تمت العقده. فازاي نحل المشكله ديت؟ ده السؤال الاولاني. السؤال التاني بسرعه عن استرداد العلاقه. لو في فعلا اتنين وتم الغفران بينهم، لكن كل واحد يطلقه، يعني مش لازم ارجع العلاقه لانه زي ما بيتقال الشرخ حصل واللي اتشرخ عمره ما بيرجع زي ما كان. وبيتمثلنا بموقف ابراهيم وليت من الكتاب المقدس. يعني انا لو بين زوجين وعايشين في بيت واحد ده صعب طبعا، لانهم لازم يرجعوا العلاقه زي ما كانت. لكن حصل بين صديقين فمش لازم ارجع العلاقه واقول ان انا خلاص غفرت وخلاص. نعم. ولا ده ما يعتبرش غفران؟ ولو انا قلت انا اطلقت الغفران بس انا لسه فاكر الموقف، يعني لسه في ذاكرتي، هل ده برضه غفران ولا لازم الغفران مقترن بالنسيان؟ اختي نهال حضرتك دايما بس اتمنى ان تردي وربنا يبارك. اولا بنشكرك، دايما بتسالين اسئله في الصميم، دايما عندك قلب كبير على شعب الرب في كل مكان. بنشكرك شكرا جزيلا.
الحقيقه يعني اختي نهال حاطط ايديها على حاجات هايله جدا هايله، واحنا عايزين نتكلم فيها. عندي الاخ ابراهيم من المنيا. مساء الخير اخ ابراهيم. الو اخ ابراهيم، معلش ممكن حضرتك توطي التلفزيون تماما او تقفله وتسمعني من التليفون؟ مين؟ معلش احنا حضرتك معانا على الهوا، بس عايزك حضرتك عايز حضرتك تقفل التلفزيون وتسمعني من التليفون. انا معاك انا معاك قافل التليفون التلفزيون خالص. اتفضل، واحنا مع حضرتك كمان. دكتور ستيفن، مساء الخير. مساء النور. انت والدكتور ياسر مع اروع البرنامج الرائع ده، وخاصه عن الغفران. ربنا يباركك. شكرا. احنا عايزين الطريقين الوحيدين اللي بيهم نوصل للغفران توبه زائد ايمان يساوي غفران. نعم نعم. فانا الكتاب المقدس بيقول لنا كما لبستم المسيح فلا تفعلوا تدبيرا للجسد. لما اعيش حياه المسيح هقدر اغفر لاخويا، اغفر لكل من ساء الي. ثانيا ناخد مثل حلو من استفانوس اللي كانوا بيرجموه والحجاره نازله على راسه، لكن كان بيقول يا رب، بيصلي من اجلهم وبيغفر ليهم. نعم. ويقول يا رب لا تقم لهم هذا الخطيه، واشكرك على البرنامج الرائع والرقم. اشكرك لاجل الكلام الرائع اللي في الصميم ده. في تليفون معانا تاني يا شباب؟ في تليفون تاني معانا؟ مين؟ بنت الملك معانا، اتفضلي حضرتك. ايوه يا فندم، مساء الخير. مساء النور. ازي حضرتك يا فندم؟ اهلا وسهلا. اعمل مشاركه بس. اهلا بيكي. انا شاركت قبل كده برضه في البرنامج. انا ديلي، انا قلت لحضرتك قبل كده، مش عارفه تفتكر ولا لا، انا كنت عروسه جديده وقعدت مع جوزي شهرين، وجيت حاليا زعلانه في بيت والدتي 6 شهور، وغفرت لجوزي كتير على الرغم ان هو اساء ليا كتير، وللاسف كله كنت بغفر ليه كان بيعتبره ضعف مني. ايوه. لدرجه ان هو حضرتك حصل موقف ان ضربني بشده، يئست جدا ورحت المستشفى وشربت سم، على الرغم ان الضابط طلع وقال لي اعملي محاضر لجوزك وكده، انا ما رضيتش اصلا ان انا اذيه لان ده جسدي وده حته مني، ازاي اذي جوزي؟ بعدها بفتره حضرتك ب10 ايام اخذ ميكروب في معدته فقال لي انت حطيتي لي سم في الاكل، وانا للاسف يعني انا بريئه جدا منه. وحاليا في مشاكل، والاباء اللي كانوا بيقولوا لي يا ابني رجع مراتك، قال انا مش عايزها تاني، لدرجه حضرتك ان هو اشتكى فيا. انا طلعت من غير اي حاجه من بيته، اشتكاني وقال ان انا خدت حاجات، سرقت الذهب والعفش ومش عارفه ايه، وانا بامانه ما خدت اي حاجه خالص يعني. وحاليا قعدت 6 شهور كل ما بيدخل الاباء كان اقول انا مش عايزها، انا مش لازماني تاني. وطبعا انا رافعه قضيه نفسي حاليا، بس انا ما كنتش عايزه نفسي، انا كنت عايزه اوصل لحد ده، انا كنت عايزه اعمل بيت مسيحي واكون اسره واجيب اطفال. نعم. لكن للاسف هو ما عندوش غفران خالص لدرجه حضرتك، وانا عروسه جديده جيت مره زعلانه وجبت الذهب معايا، لما روحت جه ابونا روحني، روحت بكل بساطه بكل محبه بالذهب بتاعي، نفس اللي حضرتك راح ضربني وخد الذهب وقال لي انا مش هسامحك ابدا، انا مش هغفر لك خالص. طب ازاي يعني ده جاسد؟ فدلوقتي هو مش فاهم حته زي دي. مش فاهم جزئيه زي كده يعني، حته الغفران عندي ما فيش، انا غفرت له كتير. قال لي انت كنت هتسمينه، انا بامانه انا عمري ما كنت هسمه، وانا في حياتي فكرت ان انا اعمل فيه كده. حضرتك لو عايز اسمه، انا كنت عملت له محاضر في المستشفى، وكان رحت 60 داهية، وكان جه هو اللي استسمحني وقال لي انا اسف مش هضربك تاني، مش هعمل فيك كده تاني، وصلنا لحاله يأس لحاله موت، وكنت بين الحياه والموت، ورغم ذلك انا ما عملتش وسامحت. طب انت نفسك انت نفسك ترجعي له؟ انت نفسك ترجعي له؟ ترجعي؟ انا نفسي ارجع له لان انا بحبه، مش شايفه الدنيا غيره، وللاسف مطلع فيها كلام ان انا خاينه، ان انا ما بحبوش، ما بحبش اهلي. انا عشان لما ما بيحبش اهلي كنت بضطر اكلم اهلي من وراه. طيب كان ممكن بقى يطلع يا دك يا حضرتك يطلع الشقه ويفتح بشويش ويشوفني بكلم مين، عشان انا كنت بكلم اهلي يعني، فشاكك ان انا ممكن اكون عامله علاقه مع حد، وده حياتي استحاله اصلا ان انا اعمل علاقه، لان انا بحبه جدا وشايف الدنيا كلها غيره. نعم. بس طيب انا للاسف مش شايف كده، عامل ان انا انسانه خاينه، انسانه مش تمام، خد مني ذهبي، خد مني عرشي، خد كل حاجتي حضرتك يعني، انا جاي
خلاص يعني حياتي انتهت طبعا. نعم. وكل الاباء بتاعنا يرجع مرتب بتاع لا انا مش هرجعها تاني. نعم. ما تدخلش حياتي تاني وبيننا وبين بعض المحاكم وانا هطلق وانا مش عارفه اعمل ايه. والامور طيب. زادت عن حد على بص الرغم. هو بص لو انت سامح ده انا سامحتك في كتير. نعم. بصي انا انت خدت كل حبوبي. انا مقدر قوي اولا انت يعني قصتك صعبه يعني لو أي انا لو مكانك ما اعرفش هكون انا بشكر رب من اجل بيتي الرب هو اللي عمله لي وبشكر رب من اجل زوجتي كمان بس انا مش عارف انت مشكلتك كبيره لكن كمان بحييكي لاجل اتجاه القلب ده عندها اتجاه قلب انها بتحبه انا شخصيا يعني غالبا هزنق الدكتور ياسر في جواب عليكي فابقي معانا مش على التليفون لكن في الحلقه لان احنا دكتور ياسر يعني التليفونات بتلاحقنا فمش عارف ماذا افعل معانا بشكرك جدا بنت الملك معانا ناردين ناردين مساء الخير يا اخت ناردين مساء النور انا كنت نفسي اقول لكم موضوع الغطران كنت عايزه اقول لكم في موضوع الغطران ايوه انا ازاي يا ترى انا ايام بقول الناس يعني يخسروا لي في يوم واحد على فكره بجد يعني 490 مره في يوم واحد يا ترى وكميه ناس يعني يبعدوا عني على فكره بجد بالرغم ان انا على فكره بجد يعني ان انا بتشدد اعصابي على فكره بجد بغضب نفسي كميه يعني غريبه غريب جدا على فكره بجد طب حاجه الغريبة بقى لما الناس بقى يطلب مني نمرتي من رقم نمرتي تليفوني بقى على الفيسبوك زي مثلا حالات حرام كده من دبي كده عايز اعمل فيا حاجة غريبة بقى ان انا مثلا ببين جسمي بقى طلع على فكرة عيب كده بتبوظ صورة يسوع يعني غلط كده شوية يقول لي ده حاجة مش عايزة حاجة عادية احنا بينا بين بعض يعني شيء بقى يعني مستحيل احنا نعمل كده قدام الناس ومليان ناس في العالم يشوفنا ازاي ان احنا بنبين باسمنا طب انا بشكرك جدا يا اخت ناردين لمداخلتك يعني الحقيقة دكتور ياسر احنا عندنا يعني بعض الامور محتاجين نتكلم فيها ربما تكون بره نقط معينه احنا يعني محتاجين نتكلم فيها ابن رب من ايطاليا اللي قال لنا عن مشكلته لكن كمان الاخت نهال من انجلترا يعني حاطت ايديها على بعض النقط اللي انا شخصيا كنت عايز اسال فيها عن شرطيه الغفران ما هو الرب قال يعني اعترفوا فاغفر فهي لو هو او هي لو ما اعترفش مش هغفر وهو مش هيعترف خلاص بقى انا برضو مش هغفر وعن استرداد العلاقه وعن الذاكره هل معنى ان انا افتكر الموقف معنى ان انا ما غفرتش طب لو ما استردتش العلاقه هل ده معنى مش غفران والى اخر المشاكل فتحب نبدا منين ولا نعمل ايه طيب هبتدي من عند الاخت نهال واوصل للاخ في ايطاليا لان هو قريبين طيب. قوي من أوكي. بعض أوكي. بكل تاكيد الغفران مشروط وهو مشروط لانه زي ما قلت بعمل فداء لكن هو مشروط ايضا بان انا باجي لله بقول له انا ارتكبت الخطا الفلاني من فضلك اغفره لي لا تقم لي هذه الخطيه سامحني لا تعود تذكرها نعم فانا نفسي عشان الله يغفر لي لازم انا اجي زي ما اختي هال قالت باعتراف وتوبه نعم بدون اعتراف وتوبه انا لم أطلب غفران وما زالت الخطية عالقة بيني وبين الله وبالتالي العلاقة لم تسترد بيني وبين ربنا أوكي. نفس القضية في العلاقات الزوجية نعم. أو العلاقات بشكل عام بس هتركزنا أكتر على الزواج لأنها أكتر علاقة طول العمر نعم. مدى الحياة وده موضوعنا كمان وده موضوعنا نعم. وده أكثر مشاكل يعني العلاقات في أماكن كتيرة فيها مشاكل بس دي بالذات طبعاً. هي الجوهر القصة طبعاً. فبالتالي أنا لو أسأت لشريك حياتي أوكي. أيا كان شكل الإساءة أوكي. وشريك حياتي وبخني معايا استجابتي للتوبيخ دوا ملهاش علاقة لا بكرامة ولا عزة نفس ولا مثلا أنا راجل أو أنا ست أو مفيش كلام خالص أنا عارف أن أنا أخطأت فأنا بروح لربنا أقول له سامحني وبروح لشريك الحياة بقول له أنا بعترف أني أخطأت
وانا عارف الخطيه اللي انا عملتها اسمها كذا، وبعترف بالضرر اللي انا سببته ليك، ولازم يكون في سلوك كتابي يعني ماشي لاظهار هذه التوبه، وفي الاخر بطلب منه ان هو يغفر لي بالكامل هذا الامر. نعم. ففي بروسس، في عمليه واضحه جدا في الكتاب المقدس بتتم لاجل امكانيه استرداد العلاقه. نعم. فلو انا جيت قلت لا، اخبط راسك في الحيط. مين اللي بيقول لا؟ المسيء. 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 اللي توبخ او تواجه بمحبه ورفض. اوكي. رفض يقول انا اخطأ. رفض يقول انا اخطأت. جبنا له حد واتنين مصمم على يعني موقفه. قلنا للكنيسه وجي مجلس كنيسه او جي ناس من افاضل الخدام او مشيرين او مشيرين يعني ايا كان الناس اللي بتحاول فعلا الاصلاح. نعم. وهذا الشخص مصمم تمام موقفه، رافض يعترف بخطأه، رافض يطلب توبه، رافض يطلب غفران، مفيش امكانيه استرداد علاقه. الكتاب واضح، فليكن عندك كالوثني والعشار. لو رجعنا الانجيل متى 18، القضيه قضيه واضحه معايا. فانا مش القضيه ان انا بشجع على عدم استرداد العلاقات، بس ما هو استرداد العلاقات مرتبط بالغفران. نعم. معايا. والحب في الزواج ما هوش من طرف واحد، فبالتالي نحن حريصين. عشان كده بقول تاني، انا ما اقدرش الزم قضيه الغفران الا الاثنين اختبرا معا فداء الرب ونعمته ورحمته وغفرانه. انا لو دقتها انا ما اقدرش اكتم اني مسيء، ما اقدرش اكتم ان انا جرحتك، ما اقدرش اكتم ان انا غلطت، ما اقدرش اكتم اني اجي اقول لك انا ارغب في استرداد العلاقه، فمن فضلك اغفر لي وتعالى نبتدي من اول وجديد مع بعض. وده اللي خلينا نطبق الموضوع ده هو على الاخ اللي من ايطاليا، انه يعني ده نموذج من النماذج الجميله بصراحه. انا عندي حاله انفصال كامل، عندي حالة زي ما هو قالها كسر عهد بالكامل، شخص ترك البيت عاش مع شخص آخر، خيانة زوجية كاملة، انفصال، عهد انتهى معايا. والشخص ده جه راجع تائب، أنا بس كان عندي سؤال، هو راجع تائب ولا هو راجع لأنه زهق فقال طب ما أرجع للبيت القديم؟ أنا ما أعرفش يعني القضية هنا، الشخص فعلا تائب، خلينا نعتبرها أنه تائب، خلينا هقوله يعني زي الابن الضال، هو راجع تائب ماشي، أقوم وأرجع انا يعني اشتغل خدام عندك اجير، فهل انا راجع بجد وانا تائب الى الله وتائب وعندي رغبه في استرداد العلاقه في البيت؟ هنا الشخص بقى اللي هو ابن الملك ده او الشخص اللي اتصل بينا، هو هنا محطوط قدام يعني خيارين، الغفران مش خيار فيهم لان هو مطالب ان هو يعمل ايه؟ يغفر. بسبب المراره اللي جواه والسخط والغضب لازم يغفر، فالغفران امر ملوش علاقه باسترداد العلاقات. وده تاكيدا على كلام الأخت نهال إنه استرداد العلاقات في بعض الأحيان مش حتمي، لكن الغفران هو اللي حتمي. أنا لازم أغفر لأجل نفسي. نعم. مش عشان الآخر. نعم. فالآخر جه بيقول لي سامحني، أنا مطالب كتابيا إني أسامحه، لأن أنا بقف قدام ربنا أقول له أغفر لي ذنوبي كما أغفر. نعم. معايا؟ مش كما لا أغفر. هو ممكن الاسترداد يكون نتيجة للغفران. هو ده النتيجة. لكن ليس حتمي أن يحدث. بالظبط. فالأخ ده غفر. فبقى في امكانيه استرداد العلاقه. نعم. او رفض الاسترداد العلاقه، فكلا الخيارين قدامه موجودين بس بناء على انه حصل غفران. لو ما غفرش هو ما عندوش الخيارين دول، هو لن يعني زي بقى الاخت اللي كانت بتتكلم، هي بنت الملك، هي عندها رغبه العروسه الجديده دي، العروسه طبعا دي حاله كبيره قوي صعبه. نعم. بس خلينا نتكلم عن الزوج، الزوج رافض الغفران، الزوج رافض استرداد العلاقه، الزوج رافض. انا طبعا ما اقدرش احكم على حد، ما اعرفش مقدار النعمه اللي في حياته ولا الرحمه ولا غفران ولا عمل نعمه المسيح جواه، انا ما اقدرش احكم، لكن هو رافض، فبالتالي انت يعني مش هينفع من طرف واحد. نعم. فده اللي بياكد احبائنا قالوه في التليفون، انا محتاج توبه، محتاج اعتراف، محتاج عدم تذكره، محتاج غفران، لازم كل ده يحصل. وبالتالي هنا امكانيه استرداد او عدم استرداد علاقه دي قضيه اخرى. نعم. طب معلش هو احنا معنا تليفونات بس ادوني ممكن ادوني ثانيه واحده معلش. عايز اقول ايه، انه غالبا الذي غفر غالبا يعني او مش عايز اقول دائما بيسعى لاسترداد العلاقه، مش كده برضو؟ ولا انا يعني متفق معاك، اعتبرني انا مشاهد دلوقتي، متفق معاك 100%.
يعني هي عشان كده احنا بنشجع مش يعني بنشجع بس. الاخت نهال ذكرت موضوع الخيانه. الشخص اللي من ايطاليا كان بيتكلم على خيانه يعني نعم. عهد مكسور نعم. معايا هرجع تاني الفكره هي الناس ليه عايزه تجري على الانفصال؟ يعني احنا بنجري على الغفران، احنا بنجري على النعمه، احنا نعم. بنجري على الرحمه، بنجري على استعاد العلاقه مع ربنا. طب هو انا مش بخون ربنا؟ لا بنخون ربنا كتير قوي 24 ساعه في اليوم نعم. معايا كنا خائنين كمان قبل حتى كنا خائنين وما زلنا نخون نعم. الله نعم. معايا بتعديه على كل الوصايا ايا كان شكل هذه الوصايا. طب انا لما برجع لربنا بيجي يقول لي انت خائن؟ بيقول لي انت كسرت العهد؟ ولا بيجي يقول لي لاجل نفسي اغفر ولا اعود اذكرها؟ فبيقول لي بنفس الكيفية. عشان كده متى 18 من الأصحاحات الجميلة اللي أشجع يعني أي حد أنه يقرأ النهاردة خصوصا الأعداد من 1 لـ35 يعني أصحاح كله من أوله لآخره بيتكلم بوضوح بوضوح عن قضية أنه إلى أي مدى أغفر لأخويا. ده كان السؤال بالضبط ده السؤال اللي الرسول بطرس جه بيه للمسيح يعني في الفكر اليهودي أياميها قال له كانوا بيغفروا 3 مرات فانا هغفر 4 يعني اللي هو هغفر لا 5 لا 6 لا 7 آه. وكانه بيقول له رقم كمال افضل من رقم كمال. بص انا هعمل 7 طبعا كان رد المسيح اغرب ما يكون بل الى 70 مرة 7 مرات. طب ازاي اللي انت بتطلبه ده؟ وشرح له القصه انت كنت بتجن ربنا بكام وقال له 10,000 وزنه كانه بتعريف اليومين دول بيتكلموا على حاجه بتاعه يمكن مثلا 10 مليون دولار بيقولوا يعني 10,000 نعم وزنة نعم نعم بتقريب اليومين دول. فخرج والملك غفر له يعني شال عليه دين العشر مليون دولار. فلقى أخوه لقى قريبه لقى صاحبه لقى شريك حياته مديون له بأجر 100 دينار هو كان أجر 3 أشهر أياميها وثلاث أشهر هقولك إنه مبلغ بس يقارن إيه أجر 3 أشهر بـ10 مليون دولار يعني نعم مفيش مقارنة. فقال له زي ما أنا شلت لك دول هتشيل على أخوك إيه دول؟ قال له أبدا ما هشيلهم. يمكن من المرات القليلة وسامحوني في التعبير هقوله ده اللي جه فيها ان الله بيقول هنتقم واعذب على الارض كل من يرفض ان يغفر لاخيه. طب ممكن اخد تليفون تفضل وارجع لدي معنا مين شباب؟ الو الو الاخ وجيه. ايوه يا محمود مساء الفل يا اخ وجيه. سلام المسيح معاك. سلام ونعمة. وسلام المسيح معاك يا كريم. ربنا يخليك يا اخواجي اتفضل حضرتك معانا على الهوا. انا اتخيل صعيد في البرنامج شغال. شكرا. وعندي الموضوع انا عندي سؤالين بعيد عن الحلقة. ممكن اقولهم؟ طيب اتفضل بس مش عارف هنقدر نجاوبهم ولا لا لكن حضرتك اهلا بيك تسألهم. اهلا طيب سؤالين اقولهم. هل الولاية الثانية هي المعمودية ولا غير المعمودية؟ هل الولادة الثانية هي المعمودية؟ أيوة. أوكي. أوكي. دي واحدة. سؤال ثاني. موضوع الغني والعازر. أيوة. الحقيقة. أوكي. بنشكرك جدا يا أخواجي لأسئلتك الجميلة. مش عارف إذا كان نقدر نقدم إجابات النهاردة ولا لأ. بنشكرك. مين معانا من القاهرة يا جماعة؟ الأخ فوزي. فوزي. أنا أخ فوزي. فوزي بالكلمة. اهلا بيك. اهلا وسهلا. اهلا بيك. اتفضل حضرتك معانا على الهواء عند حضرتك سؤال. طيب حضرتك انا في مشكله اسريه. ايوه. بقى 6 سنين. ايوه. كنت محاولات عملي عشان التصالح لكن بقت بالفشل. ايوه. السؤال بتاعي ان هو اتصال معايا حضرتك يعني انا مش مهم خلاص عن الشبه الفاعل وما فيش رجعه تاني خلاص. ايوه. انا بتكلم على الاطفال يعني في اطفال الطفل الصغير ازاي مش قادر يعمل غفران بالرغم انه ما شافش اسعاد. معايا حضرتك يعني بناء عن السماء او عن يعني اقحموه مشكله ازاي الطفل الصغير مش عايز يغفر يعني معايا حضرتك؟ ايوه. طيب اخ فوزي يبدو انه مشكله فيها تفاصيل برضو قبل ما انسى لو حضرتك تحب تسيب رقم تليفون حضرتك مع الكنترول ونرجع بعد الحلقه نكلم حضرتك اكتر لانه حضرتك من القاهره فاحنا في اي محافظه ينفع لكن بما ان حضرتك كمان في القاهره ينفع نوصل لحضرتك بسهوله. اهلا وسهلا بيك شكرا لمداخلتك معانا. شكرا جزيلا يا اخو فوزي. طيب حضرتك نهيت الكلام عن متى 18 بقد ايه انه الكلام كان الى حد ما يبدو قاسي علينا انه الرب اللي هو الملك اللي هو رمز لله
بيقول انا سلموه للمعذبين لان هو مرضاش يسيب على الارض يعني. نعم صحيح، مش بيتكلم على الابديه، مش بيتكلم على السماء. طيب بس يعني يعني اوكي. لكن السؤال كان بتاع الاخ سعد اللي ارجع له. ما طب انا عايز اغفر بس انا سوري ما اقصدش يعني انا مش قادر. ما اصل انت حضرتك مش عارف القصه، سوري يعني انا بكني مشاهد مش عارف القصه. هل هناك طريق اخر وامر خارجي ينفع الانسان يلجا اليه لكي يعطيه قوه على الغفران؟ طبعا ها يعني ده سؤال مهم بالنسبه لي. اشكرك على السؤال. خليني اوضح حاجه، مش بس الاخ سعد لكن لينا كلنا. انا بذكر نفسي دايما بيها. نعم. هو انا حتى اللي جاي مش سهله. هو انا لو شريك حياتي اساء الي، اوكي، وحتى اللي جاي اقول مش سهله وعايزه شويه استناره يعني لينا كلنا كمشاهدين. نعم. هو فعليا هل انا ياسر اللي اسيء الي، ولا شخص روح الله القدوس المسيح الحي الساكن في قلبي الذي أسيء إليه؟ موقفي لحظة الإساءة هيحدد رد فعلي. فلو كان ياسر كرامته، حقوقه، شرفه، سمعته، منظره، إهانته، قضية الغفران هتكون قضية شبه مستحيلة، وهتبقى المبدأ بتاع العين بالعين والسن بالسن والبدي أظلم. معايا؟ وده احنا كلنا بنخش فيه. انا بتكلم عن نفسي قبل ما بتكلم عن اي حد تاني. فالقضية اللي حضرتك اثرتها هي قضية الحالة الروحية للإنسان ومدى التصاقه بالمسيح، مدى وجود الله في ملء وجوده. فاكر لما عرفنا النعمة قلت اختبار حضور الله الدائم. نعم. حياة المسيح فيا طول الوقت، سكنة وعمل روح الله القدوس طول الوقت، اللي طول الوقت منحني رحمة الله وغفرانه، ما دي نعمة. فنتيجة القصة دي لما بيحصل إساءة إليا وأنا كنت في حالة النعمة دي، النعمة التي نحن فيها مقيمون، النعمة اللي الله بيقولنا إنه في النعمة وفي معرفة ربنا ومخلصنا يسوع المسيح. لحظة الإساءة دي، وده الاختبار اللي أنا بذكر نفسي بيه كل يوم، مين اللي هيرد دلوقتي؟ هل اللي هيرد ياسر القديم كرامتي حقي كبريائي منظري، ولا اللي هيرد شخص المسيح بثمر روح الله القدوس اللي في الوقت ده مفروض يطلع محبة فرح سلام طول أنات لطف صلاح أمانة وداعة تعفف غفران بكل أبعاده. نعم. اللي بقوله مش سهل طبعا، بس هو دي حياتنا كل يوم، هي دي رحلة عمرنا، هي دي القوة الحقيقية اللي ساكنة جوايا، هو ده العمل الإلهي اليومي اللي فيه كل يوم الله بيغمرني بحضوره، واللي بيعدني كل يوم إن لما تحصل أوقات صعبة زي دي إن ردة الفعل بيكون ردة فعل المسيح مش ردة فعلي أنا. تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب. الوحيد اللي قال عن نفسه في كل الكون أنه وديع متواضع القلب كان شخص المسيح، والوحيد اللي ينفع أتعلم منه الوداعة تواضع القلب ده قمة الغفران. الوداعة تواضع القلب هي قمة الغفران، حياة مليانة لطف شفقة حنية، لا أرد الإساءة بإساءة، لا أطلب الانتقام، أتنازل عن أي حق، أنا بقدم المسيح كردة فعل. أنا مش بقول إنه سهل، بس هو ده التحدي اللي أنا بفكر نفسي أنا بيه كل يوم، وبدعو المشاهدين معانا فكر في الأمر ده، إلى أي مدى أنت ملتصق بالمسيح مش ملتصق بذاتك. نعم. بشكرك لأجل الحتة لأي مدى أنا ملتصق بالمسيح، لأني بعتقد أنه الطريق الآخر، عارف أوقات حاجة بيقولوا كده إحنا الدنيا مسدودة محتاجين ندور على طريق آخر. الطريق الآخر هو منحة من الروح القدس بقوة إلهية تمنحني القدرة على الغفران. بالضبط. وهذه المنحة هي بالضبط واحد لازق. نعم. يعني داود قال له كده التصقت نفسي بك. بك. نعم. لحظتها أنا سأمنح وداعة وتواضع وغفران كما يخفي لي الأب السماوي. نعم. طيب الذاكرة إيه دورها في الموضوع؟ هل أظل متذكراً المواقف؟ عندي قصة صعبة في موضوع الذاكرة دي، يعني قصة صعبة من الكتاب. من الكتاب؟ بحبها، يعني وقت واحدة من أكتر المواقف. بس ليش داود؟ لا 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 لا, لا, لا. وشخص كلنا عارفينه. أول حاجة يمكن بحكم إن إحنا في مصر، فالشخص ده عاش في مصر سنين كتير قوي.
والشخص ده معروف لينا كلنا ودايما بنقعد نستشهد بيه. والشخص ده هو شاف كل انواع الذل والهوان اللي ممكن انسان يشوفهم في العصر اللي كان عايش فيه. يوسف. يوسف. واضحة. اترفض من اخواته. القي في البير. اتباع كعبد. قيل عنه لابوه انه مات. صار عبد في ارض غريبة. اشتغل فلاح في الارض. اترقى جوه الفلاحة بس هو في الاخر يعني هو كان صاحب ارض يعني. يعني معايا. لما حب يعيش امين لربنا في كل الامانة الاخلاقية واتهم ظلما بالاباحية الجنسية يعني اترمى. بدل ما ينصف اترمى في السجن. في السجن اترمى واتنسى سنتين ثلاثة في السجن. معايا. الرحلة دي بعض المفسرين بيقولوا ان خدت لها يمكن 14 ل 17 سنة. يعني الرحلة دي كده على بعضها من وقت اخواته لحد ما بقى نمرة 2 في ارض مصر. اوكي. المعيار بقى بالنسبة لي. المعيار بالنسبة لي في القصة دي كلها. قضية النسيان اللي انت قلتها. مش انا اللي بنسى. مش انا. يوسف لما اتجوز يقول الكتاب انجب طفلين. سمى الاولاني منسى قائلا يعني انت ليه سميت منسى يوسف؟ فحط لنا يعني تصريح كتابي من اخطر ما يمكن ان يقرا. لان الله انساني. نعم. كل شقائي وتعبي ومزلتي وذلي وكل الايام الصعبه اللي انا شفتها في بيت ابي. هل هو انكر الاحداث؟ هو لم ينكر الاحداث، ده هو قالها. يعني مع ذلك ان هي باقيه في ذاكرته الفسيولوجيه كأحداث. يعني في مخه هو ما فقدش الذاكرة. لا خالص. بس هو فقد التأثير. يعني الله أو أطلق المرارة دي خارجه بالكامل. يعني مين فينا مثلا هو شاب صغير مثلا ما اتكسرش دراعه بنلعب كورة مع بعض كسر دراعه مثلا. عادة الترقوة عندي دي كسرتها 3-4 مرات وانا صغير. أنا ناسي. هو انا ايه اللي ناسي؟ ناسي الالم، ناسي ان انا قعدت اسابيع رابط ايدي مش عارف العب، مش عارف اجري، مش عارف امارس الرياضه زي اي شاب في سني. صح. معايا. فانا مش هلغي انها اتكسرت، لكن اللي اتلغى هو تاثيرها، هو وجودها. لو اتكسرت تاني النهارده كانها اول مره. نعم. معايا. فده اللي حصل مع يوسف قائلا الله تعامل معايا ووضع في داخلي الغفران، فشال من جوايا الشقاء والمزلة والتعب والمرارة والحقد والضغينة اللي شفتها. والجميل بقى، الجميل بقى، شوف البركة. وسمى التاني ايه؟ إفرايم. قائلا لأن الله قد جعلني مثمرا في أرض مزلة، في نفس المكان اللي أنا شفت فيه المرارة. يعني شوف البركة اللي بتحصل في حياتك لما تشيل المرارة من جواك والله ينسيك. مش انا اللي بنسى. معايا. ويدي لك بركه وخير ويزرع من داخلك حصاد وتكون بركه لاخواتك بعد كده لانك غفرت. نعم. ده الجواز، ده الحياه. وخلي بالك يوسف كان قبل وجود الشريعه. هنتكلم على البدايات الكامله. يعني الانسان بالفطره الطبيعيه اللي عنده علاقه بربنا يستطيع تماما بنعمة المسيح وقوة روح الله في الداخل واختباره لمحبة الأب كل يوم أن يأخذ قوة والله يعمل إيه؟ ينسيه. نعم. طيب أنا بس عايز أكد على أنه الذاكرة ما تمحاش. لا، الحدث لا ينسى. نعم، لكن مرارة تأثيراته والمرارة اللي جوه خلاص أطلقت. مش غضب، لأني غفرت، ما بقاش في رغبة في الانتقام. نعم. أنا باركتك وبحبك كما لو كان لم يحدث منك شيء. نعم. طيب لا اعود اذكرها. نعم. لا اعود اذكرها. نعم. طيب معنا تليفون الاخت ميرفت. مساء الخير يا اخت ميرفت. ممكن حضرتك تسمعينا من التليفون وتوطي التلفزيون على الاخر؟ يا عم ماشي حاضر. اتفضلي حضرتك، حضرتك معانا على الهواء. لو سمحت انا عندي مشكله مع واحده صاحبتي مش قادره تسامح خالص، حتى يعني مش قادره حتى تغفر له اي اكتئاب اللي هو بيعملها. يعني هي عندها مشكله مع زوجها مش عايزه تغفر له. هو اول مشكله ان هو بيعملها معامله وحشه خالص، وان هو كمان يعني دايما ضرب وشتيمه واهانه بالنسبه لها على طول. هي مش قادره تسامحه خالص لدرجه ان هي عايزه تسيب البيت وتمشي.
طيب لو انت حابه توصلينا بصديقتك يعني سيبي لنا رقمها مثلا او كده، زي الاخ فوزي ما طلبنا منه لان احنا لسه ما رضناش على الاخ فوزي لانه مشكلته كبيره موضوع الاولاد وكده، فممكن تسيب لنا رقمها لو هي تحب ممكن اتواصل معاها تاني بعد الحلقه. بنشكرك جدا يا اخت ميرفت لاتصالك وتواصلك معانا. طيب في تليفون تاني معانا، الاخ حسام الدين. اتفضل يا اخ حسام، مساء الخير. ايوه حضرتك معانا على الهوا. الو، اتفضل يا اخو حسام، اهلا بيك. عليك كيف بعصام سموئيل؟ هو مريض جدا. حضرتك مريض؟ ابني اسمه سموئيل. ابنك مريض. هو مريض جدا. سموئيل، طيب انا معتذر انا مش قادر اسمع كويس. ايوه اتفضل يا اخو حسام، اتفضل. الو، هي 41 يعني في ايج. ايوه اتفضل حضرتك معانا على الهواء، اتفضل هكمل. انا قلت لك ان ابني الكبير عمره 41 سنه، هو مريض جدا. اوكي، صلاه، عايز نصلي لاجله مش كده برضو؟ بليز براي فور هيم، صلوا من اجل healing for him. اوكي يعني احنا هنصلي لاجله. انا عارف ان حضرتك ربما مش قادر تعبر بالعربي قوي، لكن انا فهمت انه ابن حضرتك مريض وحضرتك عايز صلاه لاجله مش كده برضو؟ عربيته ضعيفه شويه، انا ولدت في افريقيا. مفيش مشكله. من اصل لبناني. اهلا بيك، اهلا بيك. ابني ولد في انجلترا. انت اخونا في المسيح واهلا بيك في اي وقت. طيب my son بنتكلم في الانجليز الان. my son on the moment when he was born oxygen was cut off his brain. اوكي طيب احنا because of that he does not speak and he is mentally and physically handicapped. اوه طيب يا اخو حسام احنا بنشكرك لاتصالك. He's 41 years of age. 41 years. 41 سنة. أوه. أيوة. ولا لا لا ما يقدر يتكلم. Yes. هاي يقدر يستاهل. طب أنا بشكر ربنا إنه. بشكر ربنا إنه دكتور ياسر معانا في الحلقة وهو طبيب قلب وصدر. قبل ان اتفرغ للخدمه، وانا فهمت من حضرتك انه الاكسجين مش بيصل لمخ ابنك وعشان كده هو يكاد يكون مش في الولاده كويس. فيكاد يكون حتى الان الحركه في جزء خلقي. طبعا طبعا. اخو حسام احنا هنصلي لاجل ابنك في نهايه الحلقه، وبنشكرك جدا ان الرب يكون بيديك معونه خاصه ويستجيب الصلاه في اسم الرب يسوع. في معنا تليفون تاني يا شباب من انجلترا، او انا سمعت غلط؟ اوكي. معانا بنت الرب، بنت الرب من القاهره، اتفضلي حضرتك. الو الو، ايوه حضرتك معانا على الهواء، اتفضلي. مساء الخير. مساء النور. انا بس كان عندي سؤال. اتفضلي تحت امرك. في الحلقه دلوقتي الغفران بيبقى قرار من جوايا، يعني انا بقرر ان انا اغفر. نعم. أنا عايزة أغفر للشخص اللي قدامي. نعم. طب لو الشخص اللي قدامي دوت يعني بيتمادى في كمني فيه غفران بقى وتسامح، ولإني حابة إن أنا كنت بعمل كده، بيتمادى في الإساءة أو في الألم يعني. تعملي إيه؟ مش كده برضو؟ تكملي غفران ولا توقفي؟ مش ده سؤال حضرتك؟ الو. طيب يبدو ان في مشاكل في الخط، بس احنا اعتقد الرساله وصلتنا من السؤال الاخير. طيب عندنا بعض الحاجات محتاجين نقولها، السؤال الاخير بالذات كمان.
معرفش كمان حاجة تقول ايه الاخ فوزي اللي عنده مشكلة اسرية كل المحاولات، هو المعلومات قليلة عن هذا الموضوع. تحب تقول يعني ايه شوية؟ انا بس ببقى حريص شوية في امكانية تقديم مشورة متكاملة طبعا، قصة ما نعرفش كل ابعدها طبعا طبعا. فواحنا يعني انا حريص اكتر ان تركيزنا النهاردة يكون في دايرة الدايرة الكتابية للنعمة والغفران، مش التشجيع ابدا على انفصال او حل مشاكل مترتبة على انفصالات. ايوه يعني دي أيوة. قضية اخرى ممكن نفرد لها وقت من الاوقات. اوكي. حرصا على المشاهدين اللي عايزين يسمعوا اكتر عن نعمة الله ورحم الله وغفران الله. امين امين. القضية اللي عمالة تطرح الغفران تلات حاجات. اول حاجة هو مشروط، مشروط بان انا اكون اساسا دقت الفداء، فانا لو دقت الفداء انا هقدر امنح الغفران. نعم. والشرط اللي احنا سبق وقلناه انه لازم الشخص ده يجي في اعتراف وتوبة، يعني المسيء ده المسيء، يعني هو انا هغفر على اي اساس؟ بس عشان الشخص ده يجي في اعتراف وتوبة الكتاب يلزمنا ان نذهب ونعاتب. يعني انا ما ينفعش انه انا اخطأت في حقك فانت ابتديت تشيل جواك مرارة تجاهي وغيظ ورغبة في الانتقام، المشكلة كبيرة عندك دلوقتي، انت محتاج تيجي تعاتبني. نعم. طبعا تيجي تعاتبني مش تيجي يعني تشتمني او تتخانق معايا. فانت جايب محبة المسيح جواك وبتقول لي انا عندي رغبة في استرداد العلاقة، لكن انا عندي عتاب عليك انك عملت كذا وكذا وكذا. نعم. فلو انا فعلا زيك ممتلئين بنعمة الفداء، الشرط هنا هيتحقق، انا هعترف ان انا اخطأت، هأقر بنوع الخطية، هاجي اطلب منك انك تساعدني اني ما اكررهاش تاني، هبين سلوك كتابي واضح يظهر التوبة، وهطلب منك انك تغفر لي واتعهد ان انا على قد ما اقدر ما اكررهاش تاني. طب لو المسيء ما عملش كده، ما هنا بقى هنخش في القضية. انه ما هو هنا الجزء الاولاني في الغفران ما اتحققش. معلش ما احنا يعني خلينا نتكلم على اللي مفروض يكون. انا بتكلم على اتنين، فاكر احنا قلنا الجملة اللي الناس بتحاول تهرب منها، الى اي مدى انت ملتصق بالمسيح؟ عشان كل الكلام اللي احنا بنقوله ده يتطبق، ان لم تكن ملتصقا بالمسيح كل التعليم اللي ليه علاقة بالرحمة والنعمة والغفران غير قابل للتطبيق. يمكن زي مش فاكر اختي هال ولا مين قال فقد الشيء لا يعطي. طبعا. فبالتالي ما ينفعش تقول واغفر لي ذنوبي إن لم كنت فعلا اختبرت غفران ونعمته حتى أستطيع أن أغفر. لكن الجزء الثاني اللي قالته الأخت الأخيرة بنت الرب، قالت إنه رغبة في القلب. يعني طب إحنا تواجهنا وإنت اعترفت وطلبت الغفران، أنا لازم يكون عندي أنا كمان من جوايا رغبة أن أنا أعمل إيه؟ أغفر لك. معايا؟ فلازم يكون عندي الإرادة الداخلية من الرب إنه زي ما أنت طالب استرداد علاقة بطلب غفران، انا لازم ناحية يكون عندي رغبة بنفس الكيفية. الله اللي بيغفر لي، انا بنفس الكيفية هغفر وابارك واطلق ولا اعود اذكر. نعم. هنا ده يخليني على امكانية حدوث مصالحة اولا بتحصل في ذهني، فاحنا اتصالحت، وبعد كده امين يحصل استرداد علاقة. موضوع استرداد العلاقات عليه شوية كلام، لكن على الاقل احنا الغفران حصل، توبة حصل، اعتراف حصل، غفران حصل، مصالحة في الذهن حصل، رغبة في امكانية استرداد العلاقة. وبعد كده هنشوف بقى ازاي تسترد بشكل يحفظ للزواج كرامته. بس بس بيتمادى في اخطاء، ما اختلفناش. هكمل 70 مرة 7 مرة، ما انا فاهم، ما هو دي القصة، ما هو انا هعاتب. يبقى يبدو ان الغفران الى حد ما مش مشروط. لا ثواني، ما انا كل مره عشان اغفل لازم اعمل ايه؟ اعاتب. انا مش بغفل لله وللوطن، يعني 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 طالما حصل اساءه لازم كتابيا تحصل مواجهه، لازم. فانت اسات الي، انا ما ينفعش اشيل في نفسي، انا هاجي اتكلم معاك هدين، بص حبيبي انا بحبك، حريص على استمرار العلاقه، عندي عليك.
لازم يحصل مواجهه وعتاب. مشكله بتحصل ايه؟ لا احنا بنتواجه ولا بنتعاتب، وكل واحد فينا شايل مراره تجاه الاخر في الداخل، ولا عايزين نتكلم. خلي بالك بقول نعاتب، مش بقول نتخانق، بقول نعاتب. طبعا العتاب ليه نظمه اللي بين واضحه في الكتاب، اللي بينفع نتدرب عليها كمان. بالزبط. يعني ما بيجيش تلقائيا لينا، لكن خالص انا عارف اعمالك، عارف تعبك، عارف نعم. محبتك، عارف صبرك، عارف اهتمامك، لكن عندي عليك. يعني اساليب كتيره واضحه. وفي متى 18 كمان الرب بالزبط. واضح بتضحك جدا. فاحنا بنتعاتب باسلوب كتابي لمجد الله بهدف استرداد العلاقه. نعم. ساعتها بأقر ان انا اخطات، ايه مشكله واخطأت وكررتها. اخطأت وكررتها وعملت كذا، ومن فضلك سامحني واعني ان انا ما اكررهاش تاني، وبظهر سلوك يتماشى او يتوافق مع طلب التوبه، وبطلب منك تغفر لي. وارد، مش استغلال بس، وارد ان انا اكررها تاني، وبرضه نرجع نتعاتب وارجع تاني اطلب ايه؟ غفرانك. دي الحياه طبعا. بس المسائل ليه بيحس ان ده استغلال؟ بس هقول يعني هرجع للنقطه دي بعد ما اخد تليفون. هو بس سؤالي بس هو المسائل ليه ده مش بيسيء؟ ولا هو انا دايما مسئ الي وعمري ما اسات لحد؟ بالطبع عمر ما في شيء في طرفين، دايما في طرف مذبوح طول الوقت وطرف. وده اللي بقوله مثلا، يعني ده اللي بقوله يا جماعه، احنا بنخطئ تجاه بعضنا البعض. نعم. يمكن انا خطئي اكبر شويه من خطاك بحجم معين، لكن في النهايه احنا اسانا بعضنا البعض. نعم. فبلاش طول ما اخد دور المظلوم دايما. طب معانا بنت الرب من اسيوط. مساء الخير. الو. ايوه مساء الخير، حضرتك معانا على الهوا. الو مساء الخير. أهلا. ممكن اطلب تلبية صلاه لاجلي؟ طبعا اتفضلي. ايوه انا احيانا في بعض الناس مش بقدر افهم خالص، يعني بيضايقوني فعلا فمش بقدر اقول لهم، انا عارفه ان ده غلط وبصلي من الرب انه يحاول يعني يغير الحته دي فيا. واحيانا اشعر بكتئاب كده وبصلي يعني تطلبوا كده يا ربي وفقوا في حد مؤمن كويس. امين امين. دي تربة صلاه مهمه قوي، احنا كلنا بنطلبها لاجل نفسنا، ان يعطينا الرب قدره على الغفران. اختنا أمين. من اسيوط، اهلا وسهلا بيكي. معانا تليفون تاني من الجيزه. اهلا اخت ساره. الو مساء الخير. مساء النور. احييكم على البرنامج الجميل دوت، وبجد ربي يبارككم. ربنا يخليكي تعيشي. كنت عايز اسال دكتور ياسر سؤال. اتفضلي. لو انا متعرضه لاساءه من حد ما وهو قريب مني. نعم. والحد دوت انا مضطره ان انا اسامحه لان ده حياتي، فانا مضطره ان الحد ده موجود في حياتي لازم هسامحه. لكن انا اخذت خطوه الغفران وعملت صليت وعملت كل خطوات الغفران صح، لكن نعم. الفتنه ان انا كل ما بشوف الحد ده بفتكر الاساءه اللي هو اساهالي، بفتكر كم الجرح اللي هو جرحتولي اساءته ليا، فبحس ان انا مش عايزه اتعامل مع الحد ده تاني او ان انا افتكره. بس مش بينفع لان هو من اقرب المقربين، ايه المفروض يكون بعمله او ايه دوري اكتر من ان انا فعلا اخدت قرار ان انا سامح وصليت وحاولت ان انا يعني اتغاضى عن الاساءه ديت واسامح فعلا. بس انت مش قادره تدركيها لما بتفتكريها مش كده؟ هو وجود الحد دوت بيخليني افتكر كم الاساءه اللي هو اساها لي وكم الجرح اللي هو اتسبب فيه ليا، فانا مش عارفه اتعامل مع الموقف ازاي. يعني جيت ومعني طلبت من ربنا ان هو يغفر لي وان هو يعني يغفر له وان هو انسى الموضوع خالص عشان ابتدي اتعامل معاه من جديد بحياه كويسه يعني. نعم. طيب الدكتور ياسر عايز يسال حضرتك سؤال. اتفضل دكتور ياسر. ساره عندي سؤال مباشر، هل حصل بينكم مواجهة وعتاب وانك يعني طلبتي منه انه ما يكررش الامر ده تاني وهو اعترف بيه وطلب غفرانك وتعهد انه لا يسيء اليكي او يؤذي حياتك مرة اخرى؟ للأسف لا، لأن الشخص دوت مقتنع تماما ان هو صح وان دي حاجة يعني الإساءة اللي هو تسبب فيها ليا ان هو ما جرحنيش، احنا ما تجرحنيش. طيب يا اخت ساره احنا بنشكرك. دكتور ياسر اكيد عنده رد على هذا الموضوع. معانا تليفون الاخ سمعان.
مساء الخير اخو سمعان. الو الو مساء الخير. مساء النور. الرب يبارككم ويبارك البرنامج الجميل تعيش والموضوع حقيقي. الرائع موضوع الغفران تعيش. وانا يعني حقيقي لي مشاركه عايز اقول لكل بيت مسيحي لكل ست ولكل راجل لو مش هتعرفي تنفري لجوزك او هو مش عارف يقبلك هتقضي حياه شكلها ايه؟ لو في بيتك عدم غفران هتصلي ازاي؟ هتطلع اولاد يعرفوا الرب ازاي؟ نعم. موضوع الغفران موضوع اكن حد بيزرع شجره لازم ليها ثمر. كل حد يعرف يقدم الغفران، كل حد يعرف يحصد بركات. نعم. انما انا حقيقي ليا طلبه يمكن مختلفه شويه عن موضوع الحلقه. اتفضل. انا من المنبر المبارك ده بناشد كل رجال الله كل المؤمنين كل واحد ليه علاقه حيه بالرب يسوع انه يقيم صلاه من اجل هذه البلد. امين. يرفع تضرعات من اجل احوالها ومن اجل حكوماتها ومن اجل رئيسها من اجل كل انسان في منصب من اجل كل واحد ربما ليه يد في ازمات او يعرف يقدم حلول لان ده وقت الكنيسه. امين. ده وقت رجال الله اللي لازم الوقت ده يتفعل. واحنا زي ما قال داوود لجليون انت تاتيني بسيفا وروحا انما انا لا اقدر عليه اتيك باسم رب الجنود. نعم. فانا بناشد حضرتك وبطلب منك في اسم الرب يسوع انك تطلب من كل حد على قلبه ان البلد تكون في سلام. امين يا سمعان. ان البلد تكون في تقدم. بتفق معاك. بتفق. بتفق معاك 100%. وفي الدقائق الاخيره المتبقيه لينا من الحلقه هنكون من ضمن الطلبه الاساسيه من اجل بلادنا مصر والمنطقه العربيه كلها كمان. بنت الرب معانا، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. مساء النور. معلش انا سمعت ردكم على سؤالي وانا معاكم جدا في كل اللي حضرتك قلته والضيف بتاعك قاله، لكن انا طبعا مش معصومه من الغلط بس يعني رد الفعل بيبقى صعب، ممكن يكون فيه عقاب. يعني انا بتعامل معاك كده وانت يبقى فيه عقاب، رد الفعل بيكون عقاب. يبدو انه مش دايما بتبقى الدنيا مفتوحه للكلام قوي. يبدو انه موضوع العتاب ما بيبقاش الى حد ما في جو امن، او يعني مش عايز اقول امن بس يعني يعني حضرتك فاهم. انا فاهم يعني سوري. طيب انا بشكر حضرتك جدا، انا نفسي نكمل بس هو بعتقد ان احنا قدامنا حوالي 5 دقائق وعندي طلبات صلاه انا محتاج برضو اذكرها. يعني عندنا مثلا اخ محسن من اسيوط بيطلب صلاه من اجل تاكل مفصل من فصل الرجل. ديفيد عنده 20 سنه مطلوب صلاه من اجله ان يرجع للرب. في ولد في من سوهاج في 5 ابتدائي رافض يروح المدرسه. شاب بيطلب صلاه من اجل الشغل. جورج بيصلي من اجل ان الرب يبعت له مال يبدو انه في ضيقه ماليه. الاخت ايناس بتصلي من اجل اولادها ومن اجل عمل لزوجها. في كمان ناس عندهم قضيه يحكم فيها، الاخت ساميه وبسنت ومينا. كمان امين في طلبه صلاه من اجل ان الرب يزيل النكد من البيت. والاخ سمعان الحقيقه الراجل يعني بشكر الرب من اجله اولا، قال كلام رائع عن موضوع الغفران وكمان طلب يعني مش طلبه صلاه لكن ده قلوبنا كمصريين وكمان ناس نعيش في الوطن العربي ان نصلي من اجل هذه المنطقه اللي الرب محتاجين نفتقدها بشكل غير عادي. فاحنا هنصلي كمان لاجل الطلبات اللي ذكرت كمان الاخت اللي عايزه الرب يديها قوه عشان تغفر وهكذا. طب يعني نقول ايه لبنت الرب اللي رجعت تاني لينا؟ وكمان كمان ساره اللي حضرتك سالتها سؤال وقلت لها حصل عتاب فقالت لك لا ما حصلش عتاب. فنقول ايه في عندنا 4 دقائق ماشي. دقيقتين لحضرتك دقيقتين ودقيقتين ليا. تمام. اتفضل يا دكتور ياسر. انا عايز يعني اوضح للناس قضيه كبيره قوي. اتفضل. هذكر الناس باللي ابتديناه من اول حلقه اللي يمكن اي مشاهد دخل يعني متاخر شويه. اوكي. قلب فكر علاقتنا بالله مبني بالكامل
على ان احنا دقنا حاجة محدش فينا كان يحلم انه يدقها. غفران الله بالكامل لنا. نعم. الله غفر الماضي، غفر الحاضر، ويغفر المستقبل. نعم. وكل يوم انا بتكل على اله مليان بكل هذه المراحم، لا يذكرني، لا يذكر نفسه، لا يذكر الآخرين، مش بيفضحني، بيسامحني، بيغفر لي، بينقيني، بيطهرني كل يوم. لكنه طلب طلب محدد وواضح، زي ما أنا بعمل ده بالظبط معاك، أنا بطلبك تعمله بنفس الكيفية بالظبط مع الآخر. نعم. وعايز أقول حاجة الآخر ده، لأنه في نص مرقس 11 لما قال الآخر قال أي حد. طيب ما بالنا وبالاخص بقى ما بالنا بقى ايوه بشريك الحياه والاولاد، يعني ده اللي هو نعم الاسره يعني قريبك، يعني اكتر حد قريب منك. نعم. فبالتالي تحدي حياتي والتحدي اللي انا بحطه قدام كل الناس اللي بتتفرج علينا النهارده، لو انت حقيقي تذوقت وتتذوق وستتذوق يوميا ابعاد غفران الله الكامل ليك، هي دي القدرة والقوة الوحيدة المانحة ببلاش. نعم. نعمته ورحمته وغفرانه، انك تقدر تنعم على الاخر وترحم الاخر وتغفر للاخر كما يفعل الله معك. نعم. رحلة عمر عمرها ما كانت سهلة، بس الله نفسه لما بيجي يغفر لي بيجي عاتبني اولا، بيجي يبكتني بالروح القدس، فبخر بتوب بقول له ارحمني توبني فأتوب، برجع للرب. نعم. بيغفر. نفس القصة مع الآخر، انت غلطت فيا جيت عاتبتك بنفس المحبة، لما تبكيت الروح القدس يخبط جواك زي ما بيعمل معايا، هتيجي تقول لي ايضا انا بطلب غفرانك، بطلب مسامحتك، بطلب استرداد العلاقة، بطلب المصالحة. دي الرحلة كلها، انا ما قلتش انها سهلة، بس دي الطريقة اللي ربنا حطها بينا وبيلزمنا بيها. نعم. دكتور ياسر انا بشكرك جدا جدا، انا بستمتع اولا بالوجود مع حضرتك، بتعلم منك كمان، انت اخ عزيز ويعني شخص رائع. بشكر كل مشاهدينا اللي اتصلوا واثروا الحلقة معانا. لو تسمحوا لي اعزائنا المشاهدين في 30 ثانية، الموضوع اللي اتكلمنا عنه موضوع خطير صعب، وانا من هنا بقول لكم او بقول لك او بقول لك انه صعب عليا انا كمان. واللي قاله الدكتور ياسر في ما بين السطور ووضحه كمان، ان لو انت عايز تغفر اطلب قوة الروح القدس ليك فيديك القوة على الغفران. احبائي احنا مش هنقدر نغفر من نفسنا صدقوني، حتى لو الإساءات صغيرة، احنا طبعا الإساءات بالنسبة لنا كبشر مش مع الله، الله مع الخطية واحدة صغيرة او كبيرة هي خطية، لكن احنا معانا إساءات صغيرة تصل الى الخيانة مثلا، صدقني حتى الإساءات الصغيرة مش هتقدر تغفرها بنفسك، نحتاج لقوة من الرب ان يغفر لينا اولا وان يعطينا القوة لكي نغفر الاخرين. في نهاية الحلقة بصلي من قلبي ان ربنا يكون بيديك قوة تغفر الاخرين، وكمان تعيش حياة سعيدة زوجية مع شريك حياتك ومع ولادك. في الحلقة الجاية لما نلتقي الشهر القادم بصلي من قلبي ان الرب يديك قوة. تعالوا نصلي مع بعض، ادعوك ترفع قلبك معنا واحنا بنصلي من اجل الطلبات. يا رب اشكرك معظمك لانك كنت معنا في هذه الحلقة، وكنت مع كل كلمة قيلت يا سيد الرب. برفع من ايدك كل الناس يا رب اللي طلبوا صلاة من اجلهم، بحط ايدي على الاسماء دي وبقولك تعالى انت فك الضيق يا رب، اسمع الطلبات يا رب، تعالى اتدخل في المشاكل، تعالى عالج يا رب الناس، اعطي اخواتي المجروحين قوة على الغفران. انا بشكرك يا سيد الرب لانك دائما تسمعنا ودائما تستجيب، وليك يا رب كل الكرامة وليك كل المجد. امين.